أظهرت نتائج الاستبيان أن 76% من الشباب حصلوا على تعليم جامعي، وأن 18% ثانوي، و 3% إعدادي، و 1% ابتدائي. كما أن الفئة العمرية بين 25 و 29 سنة هم الأعلى نسبة في التصويت لمستوى التعليم الجامعي بنسبة 89%، بالمقارنة مع الفئات الأخرى الأكبر سناً الذي تزيد أعمارهم عن 35 سنة بنسبة 75%، أو الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة بنسبة 14%. أجاب الاستبيان بلا بنسبة 83% من الأصوات، منهم 88% فوق سن 35، و 75% تحت سن 20، وكانت النساء أكثر ميلاً للنتيجة السابقة بنسبة 86% بالمقارنة بالرجال بنسبة 82%. أربعة وتسعون بالمئة أجابوا بنعم، وفقط 5% أجابوا بلا، مع إلزام الأولاد دون البنات، بينما كلمة أن التعليم ليس مهماً بنسبة 0%. أشارت النتائج إلى أن 86% بسبب تقصير الحكومة اليمنية، بينما 67% بسبب المعوقات المالية، و 58% بسبب انخفاض كفاءة المعلمين. وأشار بما نسبته 34% عدم الجدية في التحصيل العلمي من قبل الطلاب. وأشار 83% من المشاركين إلى عدم مسؤولية رجال الدين، و 28% أسباب أخرى. أيد 92% على اختلاف فئاتهم العمرية. بالمقابل أيد 96% أنه إذا تحسن مستوى التعليم سيحسن من وضع الاقتصاد في البلد. نسبة 80% من المشاركين أدركوا أن جزئية مخرجات التعليم مهمة لمتطلبات سوق العمل، وكان منهم 83% أعمارهم فوق 35، وكان ما نسبته 67% أعمارهم تقل عن 20 سنة، وهم الأقل إدراكاً لهذه الجزئية. أيد 75% على اختلاف فئاتهم العمرية، واقترح 88% عقوبات صارمة على الأهل والتعليم الإلزامي، وكان أغلبهم من هم دون 20 سنة والذين يمثلون 84%، بالمقارنة بمن هم أكبر سناً والذين يمثلون 67%. شارك في الاستبيان 547 مشارك ضمن عينة عشوائية من جمهور ساحة شباب اليمن، معظمهم 75% من الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة، وأكثر من نصفهم من صنعاء بنسبة 54%، كما أن أغلبهم من الرجال بنسبة 82%.